وهذه الوصايا التي عنوين لها أو عنوين بها وصايا لقمان الحكيم، نحن أحوج ما نكون إليها في حياتنا ويوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاءت هذه الوصايا في سورة لقمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الآيات دي يا جماعة من الآية 12 إلى الآية 19 من سورة لقمان، والله ده منهج كامل للتربية. أي زول دار يتربى التربية اللي بترضي الله سبحانه وتعالى ويربي أولاده التربية اللي بينجو بها يوم القيامة: كلكم راع كما في البخاري وكلكم مسؤول شنو؟ عن رعيته. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية تقون بها أنفسكم وتقون بها أهليكم الأولاد والأهل إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والآيات دي جماعة والوصايا دي فيها النهي عن الشرك وفيها الأمر ببر الوالدين وفيها اتباع سبيل المؤمنين والصحابة ومن سار على نهجهم وفيها مراقبة العبد لربه، أي أن يستحضر وأن يستشعر وأن يؤمن برقابة الله عليه. وفيها يا جماعة إنه الإنسان يستعد للآخرة وإنه الحساب بعدين دقيق. وفيها يا جماعة الزول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفيها قبلية الأمر بإقامة الصلاة. وفيها يا جماعة الإنسان يتواضع. وفيها الإنسان يضبط حتى الكلام وحتى أسلوب الكلام. وفيها يا جماعة النهي عن الفخر
والنهي عن التبختر وعن التكبر وعن الاختيال إلى غير ذلك من الوصايا.